السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاء شاكر المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بمديرية صفرو. هاد الزيارة كتجي من بعد تجديد الثقة في السيد الوزير اللي كنهنئوه مرة أخرى بهاد الثقة المولوية في شخصه واللي حنا فخورين بها من طبيعة الحال. هاد الزيارة كتندرج في إطار التتبع اللي كيقوم به السيد الوزير لجميع المؤسسات التعليمية داخل الوطن، وهي هذه كتندرج في إطار التتبع ديال العملية التعليمية داخل الجهة ديال فاس مكناس. اليوم السيد الوزير زار معنا المدرسة الجماعية إغزران. هاد المدرسة الجماعية اللي جات باش تجاوب على السؤال ديال كيفاش نقدروا نحدوا من الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار. وهاد المدرسة الجماعية مكنتنا باش نأديو الخدمة لواحد 285 تلميذة وتلميذ. هاد التلاميذ اللي كيستافدوا من الايواء، اللي كيستافدوا من التغذيه، واللي كيستافدوا من يعني الانشطه الموازيه للدراسه ديالهم. حنا اليوم شهدنا مع السيد الوزير جوج ديال درس يعني باستعمال التكنولوجيا الحديثه، وايضا حضرنا لواحد المسرحيه بالفرنسيه وايضا اخرى بالعربيه اللي بينوا على المستوى ديال التلاميذ في العالم القروي، واللي كيبينوا مرة أخرى على أن الدعم الاجتماعي في خدمة المواطن، في خدمة الفتاة القروية، في خدمة التلاميذ اللي في العالم القروي. أيضا كان يوم ديال تدشين ديال انطلاق الأشغال ديال المدرسة الجماعية أهل سيدي الحسن. هاد المدرسة الجماعية اللي غادي تمكننا باش نجمعوا تقريبا واحد 9 ديال الفرعيات من التعليم اللي كيكون عندنا فيهم المشترك، واللي حنا الآن بالمدرسة الجماعية غيمكننا نقضيو على المشترك ويمكننا نوصلوا نسبة الهدر 0% كباقي المدارس الجماعية اللي عندنا في الإقليم دار الحمراء ولاد مكودو إغزران. الآن عندنا أهل سيدي الحسن وحنا كنشتغلوا على المدرسة الجماعية تازوطا وأيضا المدرسة الجماعية اللي غتكون في أغبال وأقرار. في أفق لقوا يعني الأرض ولقوا يعني الجدوى ديال الاشتغال على جماعات أخرى. نعم أستاذة، كاين واحد النموذج اللي هو جيد غادي يكون في المستقبل، هي نتاع الفرصة الثانية، شنو ممكن تقول لنا؟ هاد الفرصة الثانية كان لي الشرف أنني أنا اللي كنت وراء الاشتغال على هذا المشروع ديال الفرصة الثانية للجيل الجديد، وكان المركز اللي اشتغلت عليه كان أول مركز في المغرب كامل، كان مركز نموذجي. وهذيك التجربة اللي كنت دايرها في فاس نقلتها لصفرو، والآن كيمكن لي نقول لكم ونضرب لكم موعد إن شاء الله في شهر 3 الافتتاح واحد المركز مواصفات جديدة اللي كيستافدوا منه التلاميذ من الدراسة ولكن أيضا من التكوين المهني، بواحد الشراكة اللي كتجمعنا مع لو اف بي بي تي وأيضا مع شركاء آخرين، مع مانحين، مع دي بروموتور. في نفس المركز عندنا ذوي الإعاقة اللي عندنا 120 طفل اللي كيستافدوا من هذه الخدمة واللي كيستافدوا منها بالمجان، اللي كنقول الاستفاده بالمجان 100%، يعني ما كاينش شي مقابل زعما لهذ الخدمه هذه. ايضا هاد السنه هذه كنا فتحنا جوج ديال المراكز ديال التربيه غير نظاميه للجيل الجديد، المركزين بجوج كل مركز فيه 30 مستفيد، وبهذا غيكونوا عندنا 240 زائد 60 اللي كيستافدوا دوك جوج المراكز 300، وكنظن راه حنا غنكونوا حنا اعلى نسبه على ما اظن على صعيد الوطن. وهذه مفخره للاقليم، مفخره لنا كاملين، وكنشكركم لانكم كتواكبوا معنا جميع المشاريع وجميع المحطات.